FM. Émission impossible. برهان بسايس. التسعة وعشرة دقائق تسمعوا في إيميسيون إمبوسيبل في ساعتها الثالثة اليوم الاثنين 22 جانفي 2024. نجيب برافو أقنعت سونيا معناها على خلاف سونيا خطر مهززها تيار خايب كان هكا ولا جماعة يشجعوا فيها يا سونيا صعد ويا سونيا صعد وكذا وكونفيرنس دو بريس ونعملوني نحبوك ننصر مانديلا والشمعة التي تحترق هديناها سونيا بفضل مجهودك نجيب قلنا لها فضل زاد سي اسماعيل زاد الاعتذار وقالت انا الحق معناها يبدو اني اسات التقدير وان شاء الله وان شاء الله انا نحترم اداره السجون والاصلاح نحترم الوزاره وكذا وقالت بربي من اجل ذلك حطوا لي الاغنيه هذه نتاع احمد سعد لعلها توصل لمن يهم يا وليدي ما تصدقوهمش يا وليدي ما تصدقوهمش مرحبا حياتي حياتي اختيارتي دمر حياتي حياتي معارضة اختياراتي تي تفاعل المستمعين الدكتور ماهر العباسي مرة أخرى قالك تحكيوا على الفارماسي وكيفاه فارماسيان وكذا وسيفري لاحظت أنا نقول فارماسيان وجماعة يبعثوا لي يقولوا لي لا سي بارا 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 فارماسي وكانوا فما فرق ما بين بارا فارماسي ولا فارماسيان في الحكاية هذه ولا فارماسيان ماهر عباسي قال لي ما تنساش راهو خليك من الفارماسي ولا بارا فارماسي طبيب قال لي كارازيتش راهو كان طبيب وكان سفاحا سفاح يوغوسلافيا وقتل مقتل هذه ملاحظة يذكرك بها الأخ ماهر عباسي يا أستاذ نجيب ماهر عباسي بالعاني أنا في تقديري يستهدف في خلاف بينه وبين الدكتور ذاكر الهيذب أثر هذه معني على ذاكر الهيذب بالطبيعة معني على ذاكر الهيذب ونقوله عيب عليك أثر والله لفقت بها الحكاية الدكتور ذاكر معناتها معروف اللي هو ما ساعات يعذب الحيوانات مجديم مجديم يعذب شوية ما معناتها مش عمل مجزرة في الحيوانات وكذا فهمني ما فهمش علاش تقارنوا ما فهمش علاش ليه هم مش تبعوا معناتها حتى كانش على الزيارات بتاعو للعيادة انا راقبوا له غزرته في وقته انا نتفرج شكون يمشي للعيادة واحنا ناصبين العسر انا اللوطة تحت العيادة ما يلزموش ماهر يستغل ماهر ويشبه الدكتور ذاهب ذاكر بكرازافيتش الانسانية وكذا ما توصلش الحكاية والله يعيب والله وارجع لعقلك واعتذر اختياراتي مدمرة حياتي اعتذر كيما الناس كيما الصنية كيما الناس كيما نجيب شنو كان اختيارك؟ خاطري باغي نهار اللي انا غايبة يسأل فيك برهين معناها شنو تفضل تكون جيغولو ولا شوغر دادي زوز ما فهمتهم هو قمر قال عجبته وحدك وقال انا نحب شوغر دادي الصبر وبر والله الصبر يا كهو يا كهو تيلمي اختنا سونيا الجمعة دي تعمل اللي تحب تعمل اللي تحب النفسية وكذا وحكت مش لازم نحكي خطر عبيت كانوا بعدها الماضي ساعة البارح ما نحبش نحكي هاي اعطينا اريج ايش عندها هاي اعطينا اريج بربي تحية للمستمع الوفي سي حسيب عمار تحية من متابعينا من حسيب عمار حسيب ايش بيه فما كان سي حسيب خالي لا فما سي حسيب عمار من اهم يعني من اعمدة الساحل في الساحل التونسي وهو متابع وفي تحية ليك سي حسيب ربي فضلك فضلك العائلة والوليدات يلا باش نحكيو على صورة اخرى نرجو الحسيب عمار فما عمار اخر بارد توينسه لا هذاك بن عمار حسيب بن عمار هذا دار بن عمار وفما دار عمار ومعروفة في الساحل وسي الحبيب عمار والواحد سواحلية برشا في دار عمار ما يكون من سي ناصر عمار سي ناصر عمار احد اعمدة السياحة يكون منه سي حسيب نتصور فاميليا واحدة في الساحل دار عمار دار عمار تحية مرحبا بك سي حسيب مرحبا جا ربي يفرح بينا غير نفرح يلا اريج تقلقت راهو قاسين عليها برشا وهي حالتها الصحيه تعبه اما اريج احنا قاسين عليه قاسين عليك انت تقلقت قلق خلينا نعملوا شهر ونرجع تسعة و17 دقيقه شنو؟ ونتفرج في الماتش نهار السبت في الدار؟ لا ولا في الدار؟ وقصت الانترنت وحاسيلو حاله حليله وبرا اريج لطف عليك بالنسبه باش سونيا راهو ملاحظه كيسه قالت لي نستغل وضعيه اريج الصحيه الكحه وكذا سونيا
تحذير مهم للسادة المستمعين. عايش لكن فما برشا فما الفاريان جديد نتاع نتاع الكوفيد، معناها نرجعوا للوقاية خير من العلاج، لخاطر يتعب شوية بيان سور، مش بالخطورة نتاع لي فاريان اللي شفناهم، اما يتعب على الاخر. دونك نرجعوا نقصوا ملبوس، نقصوا مسلم باليد، بالضبط. نجموا نحطوا البافيت، نغسلوا يدينا برشا، اي سورتو نحافظوا على الناس الكبار، على كبارنا وصغارنا، زاد كيف سورتو كبارنا، على خاطر ولا انسان مريض ولا عنده امراض مزمنه، وخاصه والدينا اللي ماك تعرف معناها واحد كي يبدا متقدم في السن، ماذا بينا نقصوا ما نبوسوهمش، ما نقربولهمش برشا. وي المده هذه تدور بالكدا، هذه الجريب اللي ما تعرفش كورونا والا جريب، في ما نعرفش حتى في محيط كل واحد فينا العائلي معبي بالله يفرج. يعمل ربي مليح الحمد لله، اعتراض على حكم الله. ايوه لكن ناخذوا حذروا، فما الاعتراض على حكم الله، لكن ربي قال لك زاد لا اعتراض على حكم الله. تو شنيا ولي يعمل ربي مليح، لا اعتراض على حكم الله. انا عاد ما نعملوش الاجراءات الوقائيه، نعملوا نمسحوا يدينا، نعملوا كذا، نغسلوا نمسحوا. يا ريج ولا اعتراض على حكم الله، قولي لا اعتراض على حكم الله، قولي. هاك قلت انت قولها، ما تقوليش ما نقولش انا، نقول اغسلوا يديكم. اريج يلا يا ولدي، يزي مش الفوضى هذه. اريج باش نحكيو على صوره اثارت برشا جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، صوره لميس ارب وورد خلود جسمي اللي تم الخلط على اساس انها ميس تونيزي، حمله تنمر تطال خلود بسبب التصويره هذه، ما خلاو ما قالوا فيها موجه من السخريه والتنمر على مظهر خلود اللي كانت حاضره كضيفه مع بيا الزردي هوني في اي اف ام، ووضحت شنو اللي صار لها بالضبط، وقالت انها ماهيش ميس تونيزي، وقت اللي الناس قالت كيفاش يختاروا طفله بالمظهر هذيا باش تمثل تونس وتكون هي اجمل فتاه في تونس. خلينا نسمع خلود شنو قالت ونرجعوا نعلقوا. انا كمعناتها متوجه في ملك جمال العرب تونس وليس ملك جمال تونس، فما فرق بين ملك جمال تونس وبين ملك جمال العرب تونس. العرب تونس اوكي. دونك انا كمتوجه ما هبط حتى تصوير على خاطر كيريت تصور، انا بيرسونيلمون ما نجمش، ما عنديش اصلا القدره باش نجم انا نهبط تصويره كيما هذيك في البروفيل نتاعي. اي بان بعد جيت نشوف نلقى التصويره انتشرت بصفه غريبه في الجروب الكل، في لي باج الكل، الله اعلم شكون اللي هبطها بيان سور. دونك كيما شفت انت كل شيء لي كونديسيون كل خايبين، كيك سوا باش نحكيو على اذاءه، كيك سوا باش نحكيو على لبسه. وين هلود كانت حكيت على سوء الإضاءة وحتى اللبسة اللي الناس انتقدوها برشا، ولكن مش الحد انه يوصلوا لمس من شخصها هي، سبين وتنمر حول مظهرها وكيفاش يتم اختيارها كواحدة من ملكات الجمال اللي تمثل تونس. هي في كل الحالات هي ميس توجت أي توجت كملك جمال العرب. المشكلة في التصويرة وتعرفوا معناها التصاور نجيب راهو مش لعبة. كل عام نتذكر صديقتنا مريم بن ميمي زاد علقت زاد على المصور وحذرته، وبالعكس قالت له ما تهبط في تصويرك كي من هكا بدون استشارتي، وصارت تتحمل المسؤولية وصارت البرشة عبئتي. نحن طوت على 20 بوز بتاع واحد تجيك عيبة نجم تهبطها، لبقية هاو راسك معوج هاو مقنفد هاو جي كذا هاو منظرك كذا هاو واحد، وعند الحق انت غير مش نفس العبد. طبعا أوزر. طبعا الصور راهي معناها يتحكم فيها فني، لكن المشكلة نتاع الإسراع في التنمر هذايا ما وليت جو لا يرحم عند التوانسة بينهم بين رواحهم، معناها عملية يجلدوا رواحهم ويجلدوا غيرهم، حاجة متعلقة بتونس وليت محل سخرية ومحل تنمر ومحل كذا، فاق الحدود شيء هذا ولا عادي يا سونيا الدهماني؟ شوف هو التنمر كان موجود بكثرة، لكن سهولة أنك يبدأ تليفون في يدك وتك تك 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 في أقل من ثانية تعملك التعليق الموجع السخرية، سهلة كلمة السوء سهلة وخاصة وقت اللي مش بالقوالة، مش باش تقولها باش تقعد وتعملها طاولة وكراسي، تك 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 تكتبها. فما ناس تصعب عليهم يقولوا كلام خايب، فما ناس تصعب عليهم مكثر الناس، وفما ناس ما عندهم ما يصنعوا، راهو ما عندهم ما يصنعوا، كان شادين أكا تليفون يسبوا فلان وسب، معناها أكل كيفاش يقولوا
يبرد قلبه يبرد قلبه في, في عرفه اللي عمل له رمارك في همه في الفشل نتاعو هو في مشكلة الفلوس نتاعو في عركته مع مرته في رجلها اللي ضربها في أمها اللي مرجتها في شفت أكل التصعيد الكل يمشي غديك أكل كبت الكل نتاع العبيد اللي فما ناس تمشي تعمل رياضة تتفرهد أيوة. وفما ناس تسمع موسيقى وفما ناس تقرأ كتاب وفما ناس تقعد حتى في مكان عمومي مع أصحابها وتاخذ كلمة وتعطي كلمة وتفدلك تفدليك وتضحك ضحكة فما ناس يلسو ديفول بالطريقة هذيك بالسبات سب أي النفان طول بناية سيفغي التصويرة مش حلو بالضبط. والروبة مش حلوة وكله على بعضه والتابيسري اللي وراه مش أيوه مش حلوة ميزم عبد يكون مريض معناها بشد انت تليفون وتقولك اي يزمك تكون مريض شعبه مريض اي اللي سب اللي سب بالكلام هذي مناش ويكون كان مريض انا مراش حاجة اخرى سونيا بربي نجي بجد بجد انت شخصية توسع بالك مثلا وتدخل باش فيسبوك مهما كانت وتسب حد لا ما نجمش انت متوازن علاه ما نقولوش الاخرين راهم لا مش متوازن نبخل باش نكتب فيسبوك لا لا تنجم تكتب كي تحب تكتب تكتب ينجي بالجد مار يعني عمرك حياتك دخلت ملاحظه اخرى ملاحظه اخرى حتى قبل الشهر هاي لا ملاحظه اخرى سونيا بربي نجيب ملاحظه اخرى باش نوضحها الحكايه هذه رانا كي يقولوا الكلام هذا احنا مانيش ملائكه رد بالك انا واحد من الناس عندي ماذا بيا راهو نشد حد نخنقو سورتو كي يبدا مسطك ومعناه وحمار كي يبدا تتافه وكي يبدا كذا مي احنا مانيش بلايك عندنا ماشي عكره ومحبه مي ما نجرؤوش وصح بال تدخل في باج تسب حد هذه شنو هي الحكايه مش تنتقد حد لا رد بالك اي تسبوا تسبوا على خليقته ولا تسبوا على شكله ولا تسبوا على واحد ولا ما ولا تؤذيه بطريقه تفضل نجيب فسر ليه هذه التصويره اللي هبطت بتاع خلود لبسه كروبه الروز هذه ان قالوا هذه الميس بتاع تونسي باش تمشي تمثل تونس الناس بدات تعطي في راي هذيك تنجم تكون ميس تونسي بالتصويره هذيك معناتها المشكله مش في الناس العلق المشكله في العبطها من الاول قال هي الميس بتاع تونس هي اولا كيف تصورك كيك وكي انا كان جيت كيف هي نتبع اللي هبط التصويره من الاول كتصويره هذيك تقول هذه ازين واحده في تونس من المفروض نستعطي راي اما نسكت بال ما نعيقوش على المنتخب ما نعملوا حد شيء وقعدوا ساكتين فما فرق بين التعليق فما فرق بين انك تعلق وتقول هذه هي لا تصلح ان تكون ملك جمال لا هذه مجرد تعليق هذه مجرد تونس شريف نفسه مش هذا لا مرة ادخل اقرا لكم كومنتات وادخل كذا والعفشه والدرشنيه لا تصلح ان تمثل فما زين منها بتصوير هذيك يا سونيا اي شفت تعليق فما زين منها بتصوير هذيك اي حط تعليق كيما فما زين منها اما موش يا عفشه يا اللي بيك يا اللي عليك يا كذا بما انها بالتصوير هذيك طلعت ميست تونيزي فيها نقطه استفهام كيفاش طلعت باهي نجيب في ما وراء المثل هذا اللي اخترناه وانا هنا مشكلتي مش نناقش كذا هي تستحق ما تستحقش صار نفس الشيء بالنسبه لميس فرانس صار نفس الشيء على ضعفها على شعرها المهم تشبهها زاد ونتنمروا عليها وحاجه باهيه هذه هي فرانس اللي انت بمثل ليك انت انا شايف مثلا نناقشوا في ظاهره التنمر يا نجيب من واجبنا في هالبلاتوات وكلما اتتنا الفرصه ان نقولوا يا عباد اللي تسبوا في العباد عن طريق فيسبوك مش تنقدوا اللي تسبوا ما عندكم كان السبان راي هذايا دليل عندكم مشكلة صحية نفسية نفسي. داخلكم يزوكوا تعرضوا روحكم أمام طبيب نفسي تشوفوا علاش انتوما تعانيوا وشنية طبيعة العقد النفسية اللي تعانيوا فيها واللي خليت مجال التصعيد متاحها يكون فقط في وسائل التواصل الاجتماعي ورا التليفون خاطر هذه دليل عدم توازن نفسي راك يتسب حد وتدخل لهم لو ساعات انا اتسلى باش نشوف البروفيل نتاع اللي يسبوا تلقاها بنته مثلا وتلقاها في حياه عائليه وتلقاها ساعات لا هذاك كل حبيبي يا رسول الله قول له حبيبي رسول الله والايه القرانيه والاخلاق رسول الله والاخلاق معناها قبل ما تكتبوا انتم تقول حبيبي يا رسول الله تخيل قول رسول الله زعما كان يسب في العباد بالطريقه هذه كان يعايرهم في شكلهم كان يعايرهم في المغامره كان يعايرهم في الاعراض نتاعهم كان يعمل هكا يا نجيب لا تبرر ما لا يبرر راهو مهمتنا راهو مهمتنا على الاقل اللي يسمعوا فينا هذوما نبلغوا لهم رساله بيه ايجابيه ما تتنمروش ما تتنمروش يا باهين ما تتنمروش على جيرانكم اصحابكم كذا لا لا حتى على الوجوه المعروفه الوجوه المعروفه ماذا بحطت روحها في وجوه معروف
يلزمها تتحمل يلزم السبيل يلزمها تحمل السبيل هكا هي يلزمها تحمل السبيل ربي يسبوني سونيا دهماني صدق الله العظيم ما تسبوهاش قالت لك احش هكا تو عندها الحق احش من هكا تو سونيا دهماني شجع على السبيل مش على يا ودي شخصيه عامه ولا شخصيه خاصه فاش قام يسب فيها انقذوا من هنا لبعد غدوه تعلموا ارفعوا المستوى ارفعوا المستوى ارفع هكا عفشه عفشه هذا مستوى انت في بالك اللي مرسوم 54 تجعل من اجل الحكايه هذه سبوا سبوا قال في الاصل فهمت قبل ما نتلهاو ونتبعوا الاعلاميين والسياسيين هو تجعل المرسوم 54 باش يقاوم باش يقاوم الظاهره هذه هو يشجع شفت قال لك شخص تو انت يا سونيا فما شكون رايك انت يعتبروا راي غلط يا ولدي مانيش نحكيو على كي يدخل يا ولدي مانيش نحكيو على لا يناقشوا في اراء هما تبارك الله عليهم لا يناقشوا في اراء وتبارك الله يوخر ويقدم فلان بي فلان واللطف وديما في النساء مسهل شيء رحمتنا حلوه عاهره ويتعدى راهو لا شو عندك والله عندك يا راهو عاهره ولا عزوزه اما كان شيخوك عزوزه عاهره عزوزه عاهره لو تدخل تشوفوا راه الساعه هي كل المناظر المقلبه يميز يميز يعرف والله انا ماذا بيا باساميهم ويعرضوا لها الامثله هذيا بتاع الواحد وهذيك وتلقاها معنق بنته وحاطت يا حبيبي يا رسول الله والاخرى تبدا تحكي على الحب والرومانسيه وعلى درشني شيء 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 هذيك نفسه هذيك نفسه ما يسالش خلي تقول عاهره على حد قال شنو شخصيه عموميه ومعرضه اذا نجيب هذاك نفسه هذاك نفسه هذاك نفسه كيقولها كلام وقت اللي تشكي بيه وقت اللي تشكي بيه كان تشوف حالته وكيف نشوف كيفاش يبدا يبوس في اليدين فما واحد كان فما واحد فما واحد فما كل اثبت الضرب هذا تلقى عشوائي وما هو لا يصيب اهدافه نجيب اسمح لي تقول في كلام في تصور كان فما واحد اختصاص نتاعو انتم تحبوا تاخذوا الميكروويت والتلفز والمكياج والدنيا وحتى ما نسبوا خليهم يسبوا احنا سبنا عندي ميكرو سبوا يا بوهل يا مرضى يا نفسانيين باي باي اللي يسب حد مريض نفساني سافا كان فما واحد وتافهم وجاهلين بس سب في البلاد مش في بشر سبان الشهيرات كان الشيخه نتاعو كي هبت ستاتيو على امراه مشهوره ولا يخلي لها معناها في هبوط اخلاقي اللي عقلك ما يتصورش هو يكتب مليح بالفرنسيه ومغروم ياسر بالراديو ياسر يسمع راديو طب ما عنده ما يعمل في حياته كان يسمع راديو ويتفرج فانا عرفت البروفيل وكان ويكتب بالفرنسويه تبارك الله عليه ان فرونسي شاتي وكان يشد كل امراه شهيره عمل اسم مستعار عمل باسم مستعار باسم مستعار ما لا عنده هو الجراه وطاح بامراه مشهوره خاطر انا كل مره يكتب عليا نقول طب باش نشكي بيه انا هذايا تترسلوا من مرمد خاطر انا راني كان شكيت ما نعملش اسقاط شكيت حتى للاخر جيغي جوسكو بو على ذاك ارفض اني نقدم نتقدم بشكايه ضد ايا كان شكيت بيه كان تشوف حالته كان تشوف ظنيته كان تشوفه بكيه وعميه ويطلب في السماح ويتقول له انت بيه انت عليه تعمل هكا راه ولا خليلها لا في عرضها حتى من ولدها جبده حول ولا قوه حتى من ولدها جبده حول ولا قوه فهمت ورصات له من بعد يطلب في السماح ويبوس في اليدين وايامه تقرب وحالته حليله باش سامحته شلزك يلا ربي يهدي يلا ربي يهدي ربي يهدي 9:31 دقيقة أريش منا نخليه غدوة عادل إمام نجد صغيرة وعادل إمام نجد صغيرة نخليهم الغدوة نحكيوا عليهم وكذا عادل إمام يبدو أنه سيتم الإعلان عن اعتزاله فنيا وفما حكاية راهو بعثت لك خليوها غدوة سكوب ما تقولهاش مشكلة فما شكون خلي سبان نجيب جائز شرعا لا والله لا حتى سبان نجيب تختلف مع نجيب تختلف مع الواحد نجيب عمري ما نسبنا لا سبانك انت معناها انت يسبوك ويسبوك لا والله ما يقلق واكثر واحد يتسب فيكم لا ما يسالش ولين والله ما نتقلقها خلاص ما يسالش يلا ما لا انتم عندكم مكرو وتلفزه ومكياج وصوارد وما تحبوش العباد تسبكوا برشا مش نية ذنب جريمه عندها ميكرو وعندها جريمه ولا شي جريمه حق العباد باش تعطي رايها هي حق العباد تعطي رايها قلنا اما مش تسب في العباد مش هذا رد بالك وما تحصرهاش في قصه راهو انه في شخصيات معروفه ومش شخصيات لا تسب لا شخصيه معروفه لا شخصيه غير معروفه يا ديك يا نجيب ما يلزم من ثقافه السبان شنو يموتوا بقلوبهم تي سوني ما باش تقول اللي يعمل ربي مليح محمد قول اللي يعمل ربي مليح
قولي حبي طلعت قلت قولي انت قولي لا ربي مليح قولي 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 شوف لك الاغنيه بتاع قولي 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 درا شكون جات الصغيره ولا مياد الله اعلم يلا اطرطوا حتى لي بربي ما عم داري فرشيشي وجه السوق صباح الخير يا دليل صباح الورد والياسمين ليك ولكل المستمعين وانا باش نهدي له نجيب اغنيه تونسيه نقول له خلي يقولوا اشهم لليسر وللكم المعلم هاو لا ولكن خلي يقولوا اشي هب صغير جراي خلي غني خلي غني يا دلي هاي غني يا دلي غني قولوا اشي هم فرنم اللي يشكر واللي ذم انا اشي هم اشي هم درد الدن دوك احنا خلي يقولوا اشي هم يقول لك سبيه رجع الباب على السلام احنا اليوم سيركيلاسيون في تونس ساتوري ما نزلناش نوصلوا الرد وكنا باش نعملوا لك ديديكاس ليك انت يا برهان الله الله ما كتبتش رجال ولينا معناتها اقرب بلاصه نزلنا نوصلوا لها في السيركيلاسيون وبشق الانفس دايره في وقت تبني المعده احنا نزلنا كي هاك فيلم الكهرباء يعني كنت تدير هذه علاش رجعنا لباب سيدي عبد السلام سيدي عبد السلام حومه نتاع كوارديه حومه نتاع سياسيين حومه نتاع فنانين خاطر في هذا قمرة معنا أسبوعيا فوزي بن قمرة من غاديك عاد فوزي هكا ولا اي فوزي اي فوزي بن قمرة تحية لي اي ولا اسمه منصف لزعر مرة الأخرى قال لي الله يرحمه سي منصف الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه والله فرصة باش ذكرتنا بالمرحوم منصف لزعر والله الله يرحمه منصف لزعر وخاصة توا في المسلسل باه وحتى في المسلسل باه الله يرحمه في الدنيا وفي المسلسل على كل هذا باب سيدي عبد السلام في نهار اثنين الموفمون يبدا وحققوا مع منصف لزعر منصف عبلة منصف عبلة أنا يقول لي راهو هنا حومتي دونك تحية ليه تحية كبيرة هاك تشوف هوني هاي بطاطا بتاع القليان دينار 600 ماني نعرف حاجه يحبوا يشوفوا كان البطاطا نتاع القليان ها هاكا سي كمال لهنا يقول لك هاي كان ضيفه مريقله بارك الله الفلفل المسكي 3.7 وهذيك التسعيره نتاعو طماطم دينار 600 البصل الصيفي والشتوي يعطيني 16% الكيلو 16% الكيلو هنشوفوا الدجاج لهنا احنا هو الكويس قداش يا سي محمد علي الفرشيشي أخوي قالوا لك سي محمد الخماسي شخصيا انه نور الدين الكحلاوي زاد من غاديكا باب سيدي عبد السلام الكحلاوي سيدي البحري لا يقولوا سيدي البحري ورينا حتى شنو سيدي البحري شنو نفس حومه هو اخوه مصف عبله شنو انا نتكلم فيك عادينا تويك يا دالي يا محمد الخماسي شخصيا لا يخطئ راه رد بالك انا قلت لك حتى انا زاد وانا وريتكم الباب والدار نتاع نتاع وقتها كان يسكن غاديك اي نور الدين في سيتي اولمبيك اي ونور الدين الكحلاوي زاد ولد باب سيدي عبد السلام نور الدين الكحلاوي نور الدين الكحلاوي اول انترفيو في حياته عملتها له انا وفي دارهم في سيدي البحري تي تو هكا تو راهو تحكي مع محمد الخماسي ولد باب سيدي عبد السلام زاد راهو الخماسي وما ادراك راه اي نعرف المعلم تاع باب سيدي عبد السلام يا خي نقول لك عاد وين عملت معاه انترفيو في التاسعه وحكينا كيفاش كان في مرشي في باب سيدي عبد السلام تعلم الايقاع على حطه بطماطم ب 5 كيلو. يا خويا هيا غدوه غدوه نزلوا نفصلوها الحكايه هذه. هاي ونلعب نلعبوا على اربع جيش. نلعبوا على اربع جيش غدوه هاي. او الدجاج هنا ب 9000 الكويس قداش بالله؟ 11.800 باهي الكويس بتاع الدانز ب 9.8 الاسكالوب 16 و 17 زين ما نحكيش ايواش خلينا انا تراك المحل المحل اللي فيه الترجي يبيع اغلى ولا ارخص ترى المحل لا كيف كيف يبيع ارخص هذاك لازم ننقص مياه ايوه هاكا ب 9000 لهنا هاني نخزر له الدجاج اغلى هو القيدومه هو الحاج مركزين توا يقضيوا من عنده الكلوب ستي كي يشوفوا الشعار هكا موجود ولا يعني جماعه الكلوب يقضيوا من عندك لهناك يشوفوا الترجي يقضيوا زازار جمعيه زازار ايوه سلم عليه يا بوهيت هاكا زازار جمعيه قول له فرحان بكفالي فرحان بالانترنور ولا قالت فرحان بالانترنور انت فرحان بالانترنور ايوا قال لك مانيش فرحان بيه برشا اي ما فهمتش برشا جمهور الكلوب كانوا مش فرحانين ما فهمتش علاش ربي والله ما نعرف هما من الخصوصيات نتاع التوانسه باهي هذا هنا الخرشف
خرشة تعرف اللي كان جينا نخرجوا برا نهار الخميس في تبرسق كما هما نهار السوق متاعهم يطيبوا كفتي بالخرشة أما الخرشة في الجالي راه مش الخرشة في كل يجيبوها مش بل تريبيا تريبيا واش وين ولا في جلب قداش يا كمال دينار الربطة في جلب دينار ليس في جلب كي عليها عشرة قرش لا ما فارغ الدنيا نهار اثنين دالية نهار اثنين يا وبكري العباد ما اي اي بالضبط مرة جاية نجيو باش نبرمجو راد نمشيو في بيتو غادي ان شاء الله 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 ما نعملوش السيركيلاسيون بالضبط بالضبط ان شاء الله ربي جريها على سلاح دالية ولا لديك ما تضيف لا جست هو فنو على الاقل على الغلة الغلة ترى ايش عندنا الغلة التفاح بلفين هذايا باهي ولا بلفين رخيص والمدلين 600 سن ولا عسل باهي والله باهي الفريز بقداش ركان ال 2500 معقول لازم تعمل ثلاث فرويل يا برهان هذيك اللي بدينار واش المدالينا هي بدينار 600 بدينار 700 دينار 600 شنو وكبيره زاد اي باهي لا معقول معقول هي. معقول والنازل ب 16.90 زاد كيف كيف لا باهي اسعار تعمل كيف باب سيدي عبد السلام معقول في الغلة خاطر بلايس سخرة راي طالع شيء كبير راي بلايس تبيع في المدنينة ب 3000 3500 و 4000 بالضبط المعدل متاعها بالضبط بالضبط يلا دالية ربي جريها على سلاح امين وربي جريها على سلاح ونتقابلوا غدوة بإذن الله نتقابلوا غدوة ان شاء الله ان شاء الله بعد قليل باش يكون معايا لسعاد العياري منسقة عامة لجمعية التونسية للتعاون والنهوض ب عدالة الإشهاد باش تكلم باسم عدول الإشهاد يتهموا اتهامات خطيرة في رئيس مجلس النواب باعتباره كمحامي يعطل في قانون اللي بينتظروا فيه عدول الإشهاد في إطار خلاف مصالح بين محامين وعدول الإشهاد باش نسمعوها باش نفهموا الاتهامات هذه ومدى وجاهتها ومصداقيتها تبقوا معنا لكن انترتون عندنا دقيقة صحة وقتاش نلتجئوا للعملية القيصرية الدكتور مهدي اللجمي 9:41 دقيقة سعيد أن يكون ضيفي على تقريبا خذيناها قبل ما تدخل في ندوة صحفية الأستاذة سعاد العياري منسقة الجمعية التونسية للتعاون والنهوض بعدالة الإشهاد لا سعاد مساء النور صباح الخير نور اهلا وسهلا مرحبا بك وبالحاضرين معك كل في البلاتو لا سعاد العياري اتهامات خطيره راهو قاعدين تقولوا فيها معناها بجد معناها مانيش مبالغ كي نقول اتهامات خطيره تتهموا في رئيس المجلس ابراهيم بودربالة انه سبق سيفته كمحامي وانه يعطل في صدور القانون الخاص بعدول الاشهاد شنو هي اسس هذه الاتهامات سيده سعاد والله هي اتهامات لكن مع الأسف هي حقيقة يعني علي حقيقة أنا اللي حضرت معك في القناة حنا بال وحكيت لك مشكلتنا ومعناتها واللي عنا القانون متاعنا معناها عنا 12 سنة وإحنا في مد وجزر مع وزارات العدل المتعاقبة الكل باش نخرجوا باش معناها حابين ننظموا القطاع متاعنا في قانون يعني يتماشى مع الوضع الحالي مع التطورات الحالية الدولية والوطنية معناها الاتجاهات اللي مشيت فيها الدولة التونسية لا سعاد اعطيني من الاخر التطورات دولية وكذا اعطيني من الاخر عركة خلينا نفهموا لا سعاد بربي سامحني دقيقة واحدة باش نلخصها الحكاية تعرف الوقت نحب توصل للسادة المستمعين يبدو عركة صلاحيات بينكم بين المحامين هكا ولا ما فماش صلاحيات كيفاه؟ مغالطة سي تان فو بروبليم كيفاه؟ احنا قلت لك القانون نتاعنا معناها كي تعالى ما نجمناش المرة الأولى ما حبش يخرج 12 سنة كل شريك قنبلة معناها حاجة صعيبة ياسر أنه كتاب باش يتحط في قانون معناها 30 سنة يخدم قانون واحد معناتها المحامين عملوا قانون مرسوم نتاعهم في 2011 وماشيين يطالبوا بالتنفيذ ونقول التنفيذ كيف كيف معناها جميع القطاعات القضائية تطورت قوانينها كان عدول كيف معناها المأمور العمومي محارب الحجة الرسمية قالت يخدم قانون عمره 30 سنة معناها استجأنا باش نمر الروم في شكل مبادرة تشريعية عن طريق مجلس النواب عن طريق مجلس النواب المبادرات التشريعية يكفي أنهم يمضيوا عليها 10 نواب تتعرض على الجلسة العامة تتعدى اللجنة التشريع العام أنا
القانون نتاعنا امضاو عليه 109 معايا في سابقه تاريخيه. وين جانب الخلاف؟ باهي قلت جانب الخلاف احنا النظام الداخلي نتاع مجلس النواب وقت يجي مبادره تشريعيه اداره ماكسيموم 18 يوم تتعرض على الجلسات العامه وتمشي تتعدل. علاش علاش حسب رايك سي ابراهيم ما يحبش يعديه؟ شنو المشكله؟ ادخل لي الداخل. النواب الكل قالوا لنا ما قعدنا نستناه وقعدنا نستناه وتعديه توا من 12 ديسمبر احنا حطيناه. بلغنا من جميع النواب انه السي بودربيلا رئيس مجلس النواب ركنوا على جنب وقال لهم لا فك علينا منه القانون هذا باش يعمل لنا بوبلي ومشاكل معاه. عليه عليه فسر لي عاد لسعاد. هاني باش نجي قاعده ماشيه معك بالتمشي الطبيعي. هو معناها اصدر عليه احكام مسبقه من غير حتى ما يقراه وما يشوفه وما سمح لنفسه انه يقعد معنا ويسمعنا ويقرا نقراه حتى من بعضنا. وبعثنا له اكثر من مره مراسلات باش عايزين نحكيو معاك ونقعدوا معاك ونتهموك وهي تورينا وين مش ممكن هكذا. معناها سي ابراهيم بودربيلا رئيس مجلس النواب والمحامي وكذا من با قراه القانون معقول هذا؟ من با بيان سور خاطر ما فماش سي تان بو بروبليم ماشي هو تصرف كيفا هذاك علاش قلت لك احنا معناها عمل دوبل كاسكيت خاطر هو قبل ما يدخل مجلس النواب وكي كان عميد المحامين كي سمع بالقانون نتاعنا وسمع فيه حكايه الصبغه التنفيذيه قالها بالحرف معناها المشروع هذا ما يتعداش كان على جثتي في لقاء من لقاءات قالها معناها قبل توا كي هو في مجلس النواب ما شايف شنو معناها احنا راه القانون مهم ياسر هذايا جلسه عليه ديشين مشتركه من ممثلين من وزاره العدل وممثلين من وزاره الماليه ومن العطول الاشهاد يعني وقاعد يتدرس لمده 12 سنه لجان تدرس فيه وتحضر فيه. قانون هام برشا معناها على المستوى الاقتصادي المستوى الاجتماعي المستوى المالي على جميع الاسئله. بيعطيني لسعاد بربي وسع بالك معايا ها وش يتقال. المشكله وقانون وقانون يا اخي القانون ما هو في حد ذاته ما هو تحبوه يخدم مصالح وذو الاشهاد في القانون هذا. هل سامحني طبعا وهو عادي طبعا وهو عادي اسمعني اسمع سؤالي لسعاد يا لسعاد. هل نقطة الخلاف هذه خاطر من الاخر انتم ما تقولوا سي ابراهيم خاطر محامي يخدم في مصالح المحامين، هل القانون الجديد اعطاكم انتم الحق في احتكار امضاء العقود؟ طبعا ليه؟ خاطر العركه بينكم وبين المحامين انتم كل اللي متغشينش بيهم المحامين القانون اعطاهم زاد الحق في امضاء العقود وانتم بتقولوا هذا اختصاص حصري لينا نحن. هذه حتى وكان نتغشش عليها سي نورمال باش نتغشش خاطر دول العالم الكل ما فماش محامي يحرر لكن نتغشش وكهو ما قانوننا ما يمسش من المحامين وما يخرجهمش من مجال التحرير جمله. احنا قاعدين بيان سور بلا 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 شنو المشكله مع المحامين في القانون هذا؟ المشكله مع المحامين انا اهم قلت لك سي تان بو بروبليم فما حاجتين هما احنا بالله تو كي نطالبوا احنا كعطول اشهاد بتحرير التوكيل عنا اللي انا حكيت لك قبل عليها وخطورتها في المحامي احنا نطالبوا بتحرير حجه الوثيق عنا باش يخفوا عبء القضاء على قضاة النواحي وقت اللي احنا حجج الوثيق اللي المتوفين قبل 1965 تتخدم عنا احنا كي نطالبوا بان حجج الوثيق تتخدم عند عدل الاشهاد باعتباره هو اللي عمل التمييز عند عدل الاشهاد فقط طالبوا عند عدل الاشهاد فقط عند عدل الاشهاد هي بطبيعتها يخدموها يا عدل الاشهاد هما المحامين يخدموها حجه الوفاه توا ايش معناتها اه بطبيعتهم ما عندهمش الحق يخدموها ما عندهمش علاقه بها يعني حتى بيه؟ ما عندهمش بها علاقه لا من قريب لا من بعيد باهي مالها شنو هي الاشكاليه؟ اللي قلقتهم هما قبل معناتها اللي هي كي طالبنا احنا بالصبغه التقليديه الحجاج الرسميه نتاعنا بالصبغه التقليديه على غرار الحجاج الرسميه في جميع العالم جميع دول العالم الحجه تكسب بتبغى التمثيليه نعم فيها هما بفهم غلط وخاطئ رافضينها من اجل الرفض فقط بالنسبه لهم هما كيف تشتري حجه رسميه عندها تبغى تمثيليه باش نقتلهم هما من المهام نتاعهم نعم اوكي سي با فري علاش؟ خاطر الصبغه التنفيذيه للحجه الرسميه اللي باش يصير من خلالها فقط انه باش يقلب عبء القضاء وعبء التقاضي الدائن صاحب الحق للمدين المماثل. نعم. معناها؟ يعني انا ما جي انا دعينا انت مثلا انت برهان كلفتني كما نقولوا 3 ملايين. نعم. وما
وجيت كتبت عند مشيت كتبت عند عبد الشهيد الدين نتاعك هذاك. نعم. واتفقنا شهر باش تخلص باش نخلصك انا. بالضبط. فات الشهر هذاك انا ما خلصتكش. اي. انت تعود تهز الحجه الرسميه هذيك نتاعك كتبت عند عبد الشهيد تمشي بها محكمه وقضاء ورفع قضيه وعين جلسه واستدعاوات تمشي طول هي مكتبه بالصبغه التنفيذيه. تمشي طول العدل المنافس. باش تدخل في اجراءات التنفيذ. هنا شنو اللي يصير؟ هنا انت كبرهان اللي سلفتني الفلوس تمشي تقعد تصرف باش تستنى حاكم ومحاكم وكل يولي المدين اللي هو ماهوش حاب يخلص هو اللي يلتجا للتقاضي. يطلب انهاله انه عنده ما يفيد انه خلص مثلا شهود يفتوا انه خلص بالضبط. انه فما اشكال تنفيذي مثلا فهمت يولي المدين هو اللي يصرف والتجارب المقارنه الكل اثبتت انه باعتبار انه المدين مش يلقى روحه في قضايا ومحاكم ومصاريف يولي يمشي يخلص على روحه دونك هي قصينا النزاعات قصينا خططنا القضاء خلينا الحركه الاقتصاديه تدور الفلوس هذيك اللي باش تمشي وشرطو خصوصا احنا قلنا صبغه تنفيذيه في دي مونتون معينين اللي اصلا معناها نيابه المحامي فيها غير وجوبيه. هذه مقترحاتكم من ضمن المقترحات في القانون الجديد اللي تقول انت قد يكون اثار المحامين والواحد فهمت اثارهم من غير ما يحاولوا يفهموا يعني ليه فقط تيجي ادرس وناقش الموضوع شوف مصلحته على الدوله نعم. شوف مصلحته على الاقتصاد شوف مصلحته على القضاء وبعد شوف مصلحته عليك انت خاطر احنا المستثمر الاجنبي والمستثمر التونسي نفسه هرب من هشاشه التعاقد في تونس نعم. انت كمحامي انت كي يجيك المستثمر الاجنبي كي باش يدخل باش يقوى الامن التعاقدي الامن المالي في بلادك كي باش يقوى الاستثمار في تونس انت لازم كمحامي باش تولي تخدم اكثر نعم. باش تولي تخدم على شيء كيت وباش تولي تخدم على استثمارات كبيرة نعم. وخدم كبيرة نعم. يعني ليه فقط من أجل ليه يعني نعم. وتجي انت توا كرئيس مجلس نواب نعم. يعني انت تمثل الشعب وتمثل المصلحة العليا للشعب وللدولة نعم. وتمثل المصلحة العامة ولو فرضنا فما 1% ما تحيس للقانون نتاعها بقطاع معين نعم. انت ملزم بالحياد نعم. انت ملزم بتغريب المصلحة العليا والمصلحة العامة نعم. ومع نعم. ذلك احنا القانون يبي راهو باش يتعدى مازال عنده رحلة ومسار طويل نعم. خليه يتعدى لجنة التشريع العام اي ولكن علاش علاش اتهامات يعني لسي ابراهيم بودربالة وتقولوا انه سبق سيفته كعميد محامين اكثر من رئيس مشنوبش عليه ما خليهش يتعدى ما عداش ما عطاهش ميم با عطاها رقم في مجلس اعمال في جدول اعمال المجلس يعني تصرف معناها استعمل تعسف في استعمال حقه في بيته كما نقولوا احنا فهمت كرئيس مجلس نعم حتى رقم عطاهاش رقم في جدول الاعمال خليه يتعدى يمشي التمشي القانوني الطبيعي نتاعو باش يتعدى على لجان هو باش يتناقش باش يناقش فصلا فصلا وعلاش تكون وصي انت على 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 اعضاء مجلس النواب في بالك اللي برشا اعضاء مجلس النواب اللي صحوا على المبادره اللي هما 109 أثر عليهم برشا أثر عليهم سحبوا إمضاءاتهم صار فما هذا مصادركم بكشي داخل بعض النواب اللي معارضين سي إبراهيم بودربالة نفسه من مجلس النواب أخي احنا قاعدين نتابعوا في القانون نتاعنا أيوة يعني فما نواب أثر عليهم قال لهم راه باش يعمل لنا مشاكل القانون هذايا وباش يصبحوا تو يجيو لنا لهنا 100 محامي احنا يهدوا علينا في مجلس النواب ودرا شنو الناس تحبط كل لك فوق عندنا معناتها قدام من واحد قدام النايب سحب الامضاء؟ ماذا عنيش تقريبا ما عنديش انا حاليا نعم. اما ثم بعض نواب سحبوا نعم. امضاءاتهم نعم. كيفاش انت كرئيس مجلس النواب نعم. تتصرف بالشكل هذا؟ هات اخرج ابعث لي له عندي لي بروف معناها نعم. المراسلات نتاعنا باش نقابلوه يعني احنا نعم. مع ذلك نعم. قلنا مثال ديما محتكمين للرسانة احنا وديما محتكمين معناتها نحاولوا ديما نرضيوا الناس الكل ونسمعوا الناس الكل رغم نعم. احنا تو انت تتخيل كان فما قطاع يتحمل اللي متحملين هذول الاشهاد 12 سنه واضح واضح لسعاد شنو هي الخطوات القادمه اش باش تعملوا بناء على هل التعطيل في مناقشه القانون اي تفضل والمنابر الكل تفضل انا
نوجه نداء صريح وعالي للرئيس الجمهورية السيد قاسم سعيد، لازم يتدخل في الوقت الحالي. نعم. بدون نقاش. تدخله أصبح ضروري جدا. نعم. خاطر ولات المسائل معناتها توصلنا لمرحلة أنه رئيس مجلس النواب. نعم. ألو لا سعاد، ألو يبدو انقطع ال مش نعمل وعندنا ندوة صحفية إن شاء الله لو 24 أيوة. إن شاء الله في مقرنا قبل الصحفيين واضح باش نوضحوا فيها كل شيء وباش نشرحوا فيها واضح. القانون نتاعنا بالضبط شنو اللي فيه واضح معناتها وشنو هو الفوائد وشنو مدياه واضح وشنو التصرف رئيس مجلس النواب اللي هو كيما قلت لك البس دوبل كاسكيت نعم وتعامل معناها معناها بفهم خاطئ واضح فهم صحيح يعني واضح لسعاد العياري منسقة عامة بالجمعية التونسية للتعاون والنهوض بعدالة الإشهاد. إن شاء الله يكون عنا التفاعل والتعقيب والتوضيح الضروري من إدارة رئاسة مجلس النواب ويبقى المنبر مفتوح للنقاش سواء في الموضوع هذا أو غيره من المواضيع اللي تطرح في إيميسيون إمبوسيبل اللي بلغت توا النهاية متاعها. نخليكم مع بقية برامج إيفام أحلى راديو. نقولكم أدما باي باي. إن شاء الله نلقاو كامل الفريق كالعادة غدوة الثلاثاء إن شاء الله.